ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. قولولي الصوت كده عامل ايه؟ حاسين بتحسن او بأي حاجة؟ ابوس ايديكم وقولولي انه اتحسن. فيديو النهاردة عن الحاجات اللي جبتها من جوميا. زي المرة اللي فاتت لازم تعرفوا ان الحاجات دي مش انا اللي شارياها بفلوسي، هما جوميا اللي كلموني وانا بس اللي بختار الحاجات اللي انا عايزاها وعجباني. والنهاردة كمان هيبقى ليكوا كود خصم تستخدموه على جوميا عشان تستفادوا ب10% خصم لحد 100 جنيه، بس تابعوا لاخر الفيديو عشان هقولكوا على كود الخصم في الاخر خالص. اما دلوقتي تعالوا نشوف بقى انا جبت ايه. اول حاجة خالص جبتها هو المايك. اخيرا اخيرا عايزة اقولكوا ان انا اوريدي جبت مايك قبل كده، وعايزة اقولكوا مايك يعني يعتبر كان احسن من ده واغلى كمان، اللي هو اسمه شوت جان، اللي بيتركب فوق الكاميرا على طول، واستخدمته في فيديو واحد بس، حتى ما قلتلكوش ان انا حاطه مايك او حاجه. كنت مستنيه انتوا تقولولي اذا كنتوا حاسين بفرق او لا، ومحدش اخد باله من الفرق، ولا انا اساسا اخدت بالي من الفرق. مش عارفه كان ايه اللي مش مظبوط فيه. وتاني فيديو بعد ما صورته وخلصت كل حاجه وانا بعمل ايديت، اكتشفت ان المايك مش شغال اصلا، مع اني كنت فاتحاه وكل حاجه، والمايك من ساعتها مش بيشتغل. مش عارفه كان عيب حجار ولا ايه، بس انا من ساعتها حتى اهملته، لانه انا اصلا لما شغلته ما حسيتش بفرق. ولكن ما علينا، اخيرا جبت مايك اللي هو بقى ده الصغنن ده، وجربته قبل ما ابدا عشان اتاكد بس ان الصوت هيبقى كويس. فيا رب ان شاء الله وانا بعمل ايديت الاقي الصوت حلو. انتوا قولوا لي تحت في الكومنتات شايفين الصوت ازاي. المايك اللي انا جبته هو ده نوعه، عشان لو في حد برضو بيصور او حاجه ومحتاجين مايك كويس، ده اذا لقيتوا انتوا الصوت كويس. ده شكله، ده ماركته تقريبا، اسمها بويا 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 بويا. مهم يعني ريفيو عنه سريع كده، يعني بعيدا عن الصوت لان انا لحد دلوقتي مش عارفه. بس هو معاه سلك طويل جدا، يعني مش هيقيدني في الحركه او حاجه، ودي حاجه حلوه قوي. واستخدامه سهل جدا، يعني هو يا دوب انا شبكته في الكاميرا وفتحته بس من هنا وخلاص كده اشتغل. وبينفع مع الموبايلات كمان، لان هو مكتوب عليه في الجزء اللي هنا ده انه يا اما كاميرا يا اما سمارت فونز، فينفع مع الموبايلات كمان. البتاع ده كان سعره 280 جنيه. بعد كده حاجه تعتبر غريبه جدا ان انا تلاقوني جايبها، بس انا هقول لكم ليه دلوقتي. اولا هي جايه في سوري في البابل راب ده. جبت دي ليه، تعتبر بلانت بوت كده، او يعني اسمها ايه، بتاعه زرع يعني، مش عارفه. طبعا ده بلاستيك مش بجد، ودي بورسلين. فاولا يعني ككواليتي حلوه قوي، وزي ما انتم شايفين جايه متغلفه ازاي، فما حصلهاش حاجه الحمد لله، وشكلها كيوت كده صغنن جميله يعني رقيقه. دي عشان انا قلت لكم ان انا بعمل فانيتي او ليا تسريحه الميك اب. انا عارفه في كتير بيسالني هتعملي امتى الفيديو، بس والله لسه لحد دلوقتي ما خلصتش. تقريبا حصلت مشكله عند الراجل ووقف شغل عليها فتره، ومفروض ان هي هتخلص على اخر رمضان. فيا رب يعني، مش عارفه اقول لكم ايه والله. بس انا جبت دي عشان ابقى احطها عليها تبقى كده ديكور، يبقى شكلها حلو عليها وكيوت يعني. دي كانت ب100 جنيه. بعد كده جبت السيرم ده للشعر. اللي شايف فيديوهاتي قبل كده كنت متكلمه قبل كده عن ان انا بحب السيرم بتاع زيرو فريز بتاع الشعر، انا بعشق السيرم ده، وجربت قبليه وبعديه كذا حاجه تانية عشان اغير، ما فيش حاجه عجباني غيره. المهم برضو ان انا كنت مصره ان انا اجرب سيرم تاني، ولقيت ده مكتوب عليه كمان ان هو هيت بروتكشن، يعني بيعمل حمايه من الحراره. فتقريبا ده ينفع استخدمه قبل سشوار او اي حرارة هستخدمها لشعر، يعني ممكن استخدمه قبليه، عشان كده جبت ده. ده اسمه اكتيفي لونج تقريبا، مكتوب عليه ان هو انتي هيوميديتي، يعني ضد الرطوبة وكده، وبيقلل الهيشان، ستوب فريز. ده بالارجان اويل وفيه كيراتين، فاعتقد ان هو هيبقى كويس. انا استخدمته مرة واحدة بس بصراحة، طبعا لسه معرفش من مرة واحدة دي هو بيعمل ايه، بس كهيشان او فعلا قلل الهيشان. حاجة تانية عجبتني فيه ان هو ملمسه، اللي جرب زيرو فريز هيعرف. زيرو فريز في ناس قالت ان هي مش بتحبه عشان تقيل وبتحس ان هو بيلزق الشعر، انا ما حسيتش كده، بس هو ملمسه في الايد تقيل فعلا، وبعد ما بتخلصي بتحسي ان ايدك مزفلطه شويه كده. لكن ده لا، ده بعد كده الايد بتنشف. فعجبني ان هو ملمسه مش زيتي خالص، او مش زي السيرم يعني، فاهمين؟ عشان كده اعتقد ان هو ينفع للحراره، يعني ان هو يستخدم قبل البيبي ليس او قبل السشوار يعني. وكمان مكتوب عليه ان الارجان اللي فيه اورجانيك، او يعني ارجان طبيعي او عضوي. غير كده السيرم ده صناعه فرنسي، مكتوب عليه ميد ان فرانس، فعشان كده هو غالي شويه. هو ده ب216، فانا هجربه برده مده واقول لكم اذا كان فرق معايا ولا لا، بس انا متحمسه له بصراحه. بعد كده بقى حاجات للعنايه بالبشره شويه. جبت الثيرمال ووتر بتاعت فيتشي. ده شكلها، اللي مش عارف الثيرمال ووتر بصراحه، انا برده لحد قريب كنت عارفه يعني ان في حاجه اسمها ثيرمال ووتر، وكنت عارفه يعني ميه حراريه، وكنت عارفه ان هي حلوه في الصيف وكده، لو من الحرقان بتاع الشمس والوش بيبقى سخن قوي وبتاع، ان هي دي تلطف شويه وكده، خصوصا على البحر وبتاع. بس بصراحه ما كنتش اعرف فايدتها بالظبط يعني، لحد ما كنت مع فاطمه فطوم
بقولكوا عليها دايما، اللي بجيب منها الفرش والحاجات دي بتاع، هي ما شاء الله واخده كورسات للبشره والتنظيف البشره والحاجات دي، وفاهمه يعني كويس في الموضوع ده. فقالت لي على الثيرمال ووتر ان هي حاجه مهمه جدا وحلوه جدا للبشره، يعني خصوصا ان الثيرمال ووتر دي الميه الحراريه بسبب ان هي بيبقى فيها معادن من البراكين، ومفروض ان دي حاجه كويسه يعني. فالميه بتاعت فيتشي دي فيها، انا كنت لسه قاريه هنا، موجود فيها اكتر من 15 اكتيف مينرال، او فيها من 15 معدن نشط. وفايدتها يعني مكتوب ان هي بتقوي الحفاظ على ترطيب البشره، يعني هي بتعمل كانها عازل ان هي تحافظ على الترطيب بتاع البشره نفسه، بتقوي الموضوع ده وبتحمي البشره من اي حاجه خارجيه. فزي ما بقول لك يعني هي عامله كانها عازل ان هي تحافظ على كل حاجه كويسه جوه البشره نفسها، وتمنع من اي حاجه وحشه ان هي تدخل لها. ده اللي فهمته يعني. وزي ما بقول لكم هي ميه ملهاش لا ريحه ولا اي بتاع، انت بترشيها على وشك كده بس عادي في اي وقت بقى من اليوم كريفريشنج كده، زي ما بقول لك لو انت في الصيف على البحر قبل ما تنزلي قبل الميك اب. طبعا في انواع كتير غير فيتشي، مش لازم دي، في من افن برضو، ومش عارفه في ايه من ايه تاني، بس انا اصلا كنت عايزه اجيب بتاعه افن وما لقيتهاش، فلقيت بتاعه فيتشي، وفيتشي طبعا احلى يعني. وكمان المره دي على جوميا كان عليها خصم فظيع، الميه دي ب 188 جنيه، واللي اعرفه ان حاجه فيتشي اغلى من كده بكتير يعني. انا مش فاكره سعرها قبل الخصم كان كام، بس ان هي تبقى ب 188 جنيه دي حاجه حلوه جدا. بعد كده جبت من فيتشي برضو كريم العين، انا ده جبته المره دي لان في ناس كتير بتسالني على حاجات للعنايه بالبشره هاي اند، وانا ما كنتش جربت بصراحه خالص حاجه للعين من الهاي اند او من فيتشي والحاجات دي يعني، فقلت اجرب ده. ده اسمه ليفت اكتيف سوبريم ايز، بس الكريم ده اعتقد ان هو مش للهالات، لان مش مكتوب عليه اي حاجه خالص بالنسبه للهالات، هو مكتوب عليه ان هو انتي رينكل وفيرمينج اي كير، يعني ان هو بيهتم بالتجاعيد اللي تحت العين او الخطوط اللي تحت العين، وبيعمل فيرمينج او بيشد البشره يعني اللي تحت العين، مش مكتوب عليه حاجه خالص للهالات. وانا بالنسبه لي انا الهالات عندي ما تعتبرش قويه قوي يعني، فانا مش مشكله، اهم حاجه عندي كانت حته شد البشره دي او الخطوط اللي تحت العين. ده كان ب 375 جنيه. انا لسه هوريكم حاجتين جبتهم هدوم، بس عايزه اقول لكم على حاجتين تانيين انا جبتهم بس هما لسه ما وصلوش، بس هقول لكم عليهم برضو يعني، ولما يجوا اكيد هقول لكم عليهم بعد كده او هتشوفوهم في الفيديوهات يعني. اول حاجه فيهم الكلي ماسك اللي هو بتاع ازتك، ازتك ده تقريبا ماسك هندي، حتى هو اسمه نفسه انديان هيلينج كلي، او يعني تامي معالج هندي. ده انا كنت سمعت عنه بس ما جربتهوش خالص، وفي المره اللي فاتت او في الفيديو بتاع العنايه بالبشره يعني، لما كنت بتكلم عن الماسكات بتاعه التامي اللي عندي، في بنوته فكرتني بيه، فلما لقيته على جوميا طلبته، بس هو لسه ما جاش. هو تقريبا في رينج 350 او 300 او 350 حاجه في الرينج ده، والمفروض ان هو برده فظيع وتحفه وكده، وان الفكره ان هو نفسه باودر يعني، مش زي اللي انا وريته لكم دول اللي هم انت بتحطيه على وشك على طول، هو باودر، والعلبه بتاعته كبيره جدا فهتكفي مده طويله، وانت طبعا بتاخدي منها حبه قليلين وبتحطي عليهم ميه بقى، ميه ورد او الحاجات دي، وبتعملي بيها الماسك. انا ان شاء الله لما يجي وهجربه كده هبقول لكم ايه الفرق ما بينه وما بين اللي انا جربتهم يعني. حاجه كمان من اللي المفروض تجيلي البيبي لايتس، عارفين اللي هو النور الصغنن، اكيد بتشوفوهم في الفيديوهات، بتلاقوا حد قاعد ووراه كده انوار صغننه كده، بس دول ميزتهم ان هما مش زي اللي هنا في المحلات اللي هو السلك بينهم باين، ده هو السلك بينهم بيبقى رفيع قوي وهم نقط صغننه، فبيبقى شكلهم تحفه. انا هحط لكم صوره ليهم هنا. انا طلبت ده عشان برضو الفانيتي لما تيجي ابقى احطها عليه ورايا، فده اكيد لما يجي هتشوفوه ساعتها لما اجي اركب المكان بتاعي يعني وكده، هتبقوا تشوفوه ان شاء الله. نيجي بعد كده بقى للهدوم. اول حاجه جبتها القميص الابيض ده، او شيميز ابيض، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي اختراع. هو لونه ابيض ساده كده وطويل شويه كمان. هحط لكم صوره الموديل على الويب سايت وهي حاطاه، وهحط لكم برده صوره ليا وانا لابساه، بس كنت لابسه عليه حاجه كات، فهو مش باين منه غير الياقه والكمام تقريبا، بس كنت عايزه اوريكم فكرته يعني. اولا القميص الابيض ده او الشميز الابيض، انا مش فاهمه ازاي انا ما كانش عندي من قبل كده بجد. الشميز الابيض ده من اهم حاجه في دولاب البنت، والله العظيم هيفوتكم كتير لو انتم ما عندكوش قميص ابيض. انا فعلا لقيت عندي كذا حاجه ما كنتش عارفه البسها، او بستتقل ان انا البسها بسبب ان انا مش عارفه البسها ازاي. القميص الابيض بقى مريح كل ده، حاجه كات مش عارفه تلبسيها البسي تحتيها قميص ابيض، حاجه نص كوم مش عارفه تلبسيها البسي تحتيها قميص ابيض على طول، بجد بيخلي شكل الحاجه مختلف تماما وبيديها شياكه كده. المهم ان انا كنت عايزه اجيب قميص ابيض، ولقيت على جوميا كذا واحد في كذا شكل وكذا نوع وكذا خامه، بس انا ده اكتر شكل عجبني. انا بصيت بس على القصه يعني، مش عارفه مجسم شويه او مش مجسم، ضيق يعني، يعني نازل بكيرف كده شويه، مش زي القمصان بتاعت الرجاله فاهمين. وخامته بصوا بصراحه يعني انا ما بفهمش خالص في انواع القماش بتاعت الحاجات دي، بس هي ستريتشي شويه كده، ومكتوب عليها ان هي فيها قطن. لا يعني بلاش اوصف لكم بجد لان انا ما بفهمش، بس انا دي اللي بستها امبارح في الحر اللي احنا فيه ده عادي،
وما اتحررتش خالص بصراحه. فخامته حلوه، والخامه اللي هي الطريه دي مش واقفه كده فاهمين. وانا جبت مقاس اللي هو لارج، مقاس لارج ده انا عشان بطلب اونلاين وبخاف دايما، فممكن اجيب مقاس اكبر مني شويه على اساس ما يبقاش اضيق فاهمين، لو اكبر ممكن اظبطه. فانا لارج فعلا طلع واسع عليا، حاجه بسيطه قوي يعني، انا حتى لبسته هو كده وما ضايقنيش، ما حسيتش بغتاته يعني، او مش مبهوأ عليا كده فاهمين. بس لو انا كنت هجيب مقاسي يبقى مظبوط، كان المفروض اجيب ميديم. فلو انت حاسه ان انت زي كده فميديم هيبقى كويس. بالمناسبه انا وزني 68 كيلو وطولي 168 سنتي، فعشان تقارنوا يعني. والقميص ده كان ب 159 جنيه. بعد كده بقى اخر حاجه الكارديجان ده، برضو لونه ابيض، وفي بس هنا كده انا هحط لكم برضو صوره الموديل وهي لابساه، شايفين فيه بس الشغل ده كده على الجناب، ده شكل البتاع اللي على جنب ده من قريب اهو. ومن فوق بصوا قماشته شفافه كده وفيها نقط بيضة، يا رب تبقى باينه، هي كده باينه تقريبا. ده نصه كده، النص اللي فوق، والكمام برضو نفس الكلام. وبعدين من تحت شيفون ساده ابيض، طبعا ده يعني يعتبر شفاف او يعني سي ثرو، الكمام بالذات ومنطقه الصدر كده من فوق، فده طبعا لازم حاجه تبقى بكم تحتيه، ما ينفعش تلبسي حاجه كات لان دراعك كله هيبقى باين، فلازم حاجه بيضة بكم تحتيه. برده كالعاده طلع اكبر مني. هو اصلا صراحه انا ما كنتش لاقيه غير مقاس اكس لارج واكس اكس لارج تقريبا، فانا قلت اجيب اكس لارج يعني، ولو واسع شويه مش مشكله لو مش هيبان، بس هو لا طلع واسع يعني. انتوا عارفين الخياطه اللي دايما بتبقى هنا دي بيقول لك لما تبقى نازله لتحت يبقى كبير، يبقى باين ان هو كبير، فانا ده كان نازل خالص، فانا ده لسه هروح اظبطه يعني، مش هاني عليا ارجعه بصراحه، لان شكله عاجبني، والالوان بتاعت الصيف الفاتحه والبيضه دي اللي بتدي احساس بالدنيا ربيع والجو بديع. وده كان سعره 350 جنيه. بس كده يا بنات، دي كل حاجه جبتها من جوميا المره دي، يا رب الحاجات تكون عجبتكم. هسيب لكم لينكات لكل حاجه انا قلتها تحت في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف تحت الفيديو. للي مش عارف ايه هو صندوق الوصف، بيبقى فيه مثلث صغنن كده على الجنب تحت الفيديو على طول، ده لو دوست عليه هتلاقي اتفتحت لك مكان كده كبير فيه كل حاجه انا بقولها دايما، فهسيب لكم فيه لينكات كل حاجه. ولو لقيته في حاجه اللينك بتاعها مش مكتوب، اعرفوا ان هي كانت سولد اوت او ما بقتش موجوده. غير كده بقى اقول لكم على كود الخصم، هحطه لكم هنا دلوقتي كده على الشاشه. ده في الاخر خالص قبل ما تاكدي على الاوردر بتحطي الكود الخصم ده، وهيخصم لك من الحساب التوتال 10%. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والصوت المره دي عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، وتدوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكوا اول ما انزل اي فيديو جديد. وما تنسوش الفولو على الانستجرام ولايك على الفيسبوك بيج، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.